من بعد ما انتشرت أخبار عن علاقة حب بتجمع ملكة جمال إيرانيا اللي بتحمل الجنسية البريطانية ليلي أحمد علي بالفنان اللبناني وائل كفوري، وضحت هي الموضوع ونفت إنه يكون في بيناتهم علاقة حب، وكتبت ببيان: ماني حبيبته لأني ما بعرفه من الأساس، ولما رح روح على لبنان رح جرب التقى فيه، بس تفاجأت من كم يوم إنه وسائل إعلامية تناولت خبر ارتباطي بوائل، لهيك قررت أنفي الموضوع بسرعة. أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل مساء الخميس الماضي ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكشفت شيرين هي وعلى المسرح إنه في معجب سويسري كبير بالسن بيحرص على حضور حفلاتها بكل دول العالم، ودعيته على المسرح وحيته وباست إيده قدام الجمهور وعبرت عن حبها له. هالموضوع أثار الجدل لأنه اعتبر البعض إنه تصرف شيرين مبالغ فيه، بينما شاف البعض إنه حلو تواضع هالفنانة وكيف بتتعامل مع جمهورها. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بتجمع الممثل السوري أيمن زيدان والممثلين السوريين بشار وفادي حايك يلي لعبوا دور ولاده بمسلسل جميل وهناء يلي انعرض ب 1997، وركزت التعليقات على شكل بشار وفادي والتغيير يلي صار بشكلهم بعد كل هالسنين. منذكر انه جميل وهناء انعرض لأول مرة من 22 سنة وتميز بمواقفه الكوميدية وهضامة الشخصيات يلي مثلت فيه. بمعلومات خاصة لموقع الفن عرفنا أن محطة الام تي في قررت تأجيل برنامج Dancing with the Stars لبداية السنة الجديدة نظرا للظروف الصعبة يلي عم بمر فيها لبنان وانشغال الناس بالثورة والوضع الأمني غير مستقر، وكان بلش بعض المشاهير التمارين الخاصة بالبرنامج مثل الفنانة التونسية ريم الشريف يلي كان موقع الفن كشف عن مشاركتها بالبرنامج، والممثلة اللبنانية سينتيا سامويل، وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلة وغيرهم. انتشر بالأيام الأخيرة أخبار أنه الفنانة السورية أصالة عم بتفكر تستقر بالمملكة العربية السعودية بالوقت الحالي مع عائلتها من بعد ما حست أنها كتير محبوبة هونيك من العيلة الملكية، وبدت تبتعد عن الأجواء المشحونة يلي كانت عم بتعيشها مع زوجها المخرج طارق العريان، بس بعض المصادر أكدت أنه هالأخبار المنتشرة مانا صحيحة وأنه تردد أصالة على السعودية بين الوقت والتاني ما بيعني أنها عم تخطط تعيش هونيك. نشر الفنان المصري حمادة هلال صورة له هو حامل بنت صغيرة بين ايديه وكشف عن موقف غريب تعرض له بسببه، فبعد ما انتشرت هالصورة قبل على مواقع التواصل روج البعض لإشاعة انه الطفلة هي بنته، ففكرت مرته وولاده انه تزوج بالسر، فكان ضروري انه يطلع وينفي الموضوع، واكد انه منا بنته وانه هالصورة عملت له مشاكل مع ولاده يلي فكروه مجوز على امهم. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.